السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم عن صخور البيجماتايت وما هي العناصر النادرة فيه وما هي الأحجار الكريمة التي تكون مصاحبة له. صخر البيجماتايت هو عبارة عن صخر ناري، هو نفسه الجرانيت ولكن يكون حجم البلورات كبيرة. عندي هنا صخر الجرانيت الوردي، يكون من كوارتز وأرثوكليز وبايوتايت. طبعا تلاحظون الأحجام صغيرة، وهذا هو البيجماتايت، تكون البلورات كبيرة. انعكاس الضوء ما أدري ما يخليها واضحة، لكن راح أصور في نهاية الفيديو، يمكن كذاك أوضح. هذا الفرق، شوفوا الألوان، هذا أحجام كبيرة جدا. قلنا هو صخر ناري، تزداد حجم بلوراته عن 2.5 سنتي، ويتكون من الكوارس والفلسبار والبيوتايت. طبعا هناك نوع من البيجماتايت يكون قاعدي. ما معنى قاعدي؟ يعني بلورات غامقة اللون كالأنفيبول والبيروكسين والبلاجوكليز اللي فيه كمية من الكالسيوم. في نوعين من البيجماتايت بحسب نشأته. الأول هو البيجماتايت من أصل ناري، الذي يتكون من الصهارة القادمة من الوشاح، ويكون فيه تراكيز عالية من الأحجار الكريمة والعناصر النادرة الرير إليمنتس. النوع الآخر هو النوع من صخور متحولة، يعني يأتي من صهارة حدث، تتحول الصخور السابقة تنصهر، وبالتالي هي عملية ثانوية تحدث صهر للصخور السابقة فتكون جرانيتية، صهر جرانيتية. طبعا العناصر النادرة اللي فيها والأحجار الكريمة قد لا تتواجد في هذا النوع، لأنه يعتمد على تركيزها في الصخور السابقة، وهو نادرا ما نجد من هذا النوع تكون فيه أحجار كريمة أو عناصر نادرة. لكن ممكن استغلال الألبايت واستغلال الأورثوكليز والكوارتز كمعادن في الصناعة. طبعا صهارة البيجماتات هي منخفضة اللزوجة، لذلك تسمح للبلورات بأنها يعني بمزيد من الحركة داخل السائل. كذلك معدلات التنوي أو تكون النواة يكون منخفض، الحرارة تكون منخفضة بسبب معادن الليثيوم والبورون، هذه تعمل على تخفيض حرارة السائل، وبالتالي إعطاء فرصة أكبر للبلورات أنها تنمو ببطء. وهذا هو سبب أنه تكون الكريستالز تكون كبيرة الحجم، الذي يساعد على تركيز العناصر داخل العناصر الاقتصادية داخل صخور البيجماتايت هو وجود بخار الماء والغازات المتطايرة. تعمل هذه المواد على إذابة وحمل الكثير من الفلزات الصناعية أو الفلزات والعناصر الأرضية النادرة التي فيما بعد تكون الأحجار الكريمة. طبعا تكثر عروق البيجماتايت في الحواف الخارجية للكتل المتداخلات النارية، سواء أي أنواع صخور نارية وبالذات الجرانيت، وتمتد أيضا للصخور المحيطة. أنواع الأحجار الكريمة المتواجدة في البيجماتايت هي البيرل بأنواعه، البيرل كالزمرد وأخوته، الزبرجد، الترمالين، التوباز، العقيق، الياقوت والزفير، الفلورايت والأمازونايت والإسبينال والكونزايت، الزيركون والليبيدولايت والأبوتايت. من العناصر اللي هي تكون مشعة
هي التنتاليوم والليثيوم، طبعا قلنا البورون هو اللي يكون التورمالين، والبيزموث، والمولبيدينيوم والقصدير والتنجستين، طبعا كلها تتواجد على هيئة أكاسيد وعلى هيئة سيليكات، نادرا على ما نجدها على هيئة كبريتيدات. تنتشر عروق البيجماتيت في مملكتنا الحبيبة. في شرق مدينة بيشا توجد بعض عروق البيجماتيت الحاملة للبيرل في منطقة عبلة بالهضبة الجنوبية، تحمل هناك عروق البيجماتيت الفلورايت. جبال الشرائع في الهضبة الشمالية قرب مهد الذهب على بعد 30 كيلو متر من شمال شرق المنجم، منجم الذهب هناك يكون موجود الفلورايت، عروق بيجماتيت هناك فيها طبعا حاملة للفلورايت. وادي الحمض ومنطقة السودة في أبها أيضا تتواجد عروق البيجماتيت. في جبل الصايد شمال غرب الدرع العربي طبعا مصاحب هو للجرانيت، ويكون فيه العناصر التي تكون تحوي على مواد مشعة. هذا هو موضوع اليوم عن البيجماتايت، وإلى لقاء في فيديو جديد، وأنتظر الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أنا رجاء عون وهذه قناتي، حياكم الله.